البيضات الا كانوا كبار ديروا ربعة، كانوا صغار ديروا ستة. هي العطرية شوية الفرماج سمحوا لي الكاشير تيبغيو الوليدات تيشوفو هادشي باش كياكلو الفرماج. هاهما جوج معالق كبارين اللي عندها، اللي ما عندهاش دير الفرماج داك ديال اللي كناكلو مع الخبز. باش الوليدات كياكلو الخضرة شي نبقى حنا وليداتنا. هاد الوجبة راه صيفية، بحال دابا الوليدات ما كياكلوش الخضرة. هانتي الزيت، هداك الزيت اللي طاح هنا ها هو عملته هنايا في المقلة. غندير حنا هاد المقلة هي اللي غنطيب فيها هاد الطورطية. هيا شوفي الخضرة بلا ما طيبيها في الزيت، ها شوفي على ألوان كيحمقو ديال الصيف. هادي أما المناضة أما العصير، وها وليداتك مغدي وزيدي فيها الخضرة الا بغيتي، ديري المكور، ديري انواع الخضرة اللي ما كياكلوهاش الدراري دخليها لهم في هاد الطورطية. هادي عيب لنا تكون على البنة ياكلو كلشي. هاد الزيت بيدو ما نضيعوش. تجي زوينة وتجي لذيذة، كل واحد قطعي له وديريهم لهم سندويشات. ها ملي كتمشي للبحر وتعذب مع وليداتها دير لهم عي هادوك، كل الواحد دير له كاسكروت ديالو وديه معاه. وها الوليدات كياكلوا الخضره كاع ما كيحسوا. كاينه القرعه، الدنجال، البطاطا، خيزو، الكاشير، الفرماج، تبارك الله. دابا هي خلصتها، انا نشعل البوطه ان شاء الله مني عني غير تسخن لي المقله ونديرها قدامكم انا شويه ورجع معكم. وديك الساعه من عطيب انا غنقدمها لكم ديرها قدامكم. ها تجي زوينه انت بغيت تقلبيها ديري شي طبسيل مربع ولا شي غطايه ديال الطنجره تكون كبيره، متخافيش منها راه تقلب الجنب ميليها وسقطي الزيت عاد قلبيها تتصفي الزيت شويه باش ما يقيسكش. وانا ملي غنطيبها ان شاء الله وغنقدمها لكم بالصحه والراحه. ومنين تقلبيها عاودي ديري شويه الزيت في المقلة عاد نزليها هي باش كتحمر وكتجي مزيان. دابا هي غنخليها طيب على خاطرها، تجي واحد الطرطة غزالة. إيوا هانتي مغدية وليداتك، إلا كنتي غادا للبحر ولا في الدار ولا طواجن وداكشي سخون طلع في الراس، غادي تتنكل باردة، خليها تتبرد. يلا هانتوما خوتي بالصحة والراحة، ومني عطيب أنا غنقدمها ليهم. هي تجي خافيش من قلبتها في هاد السوينه. ملي عطيب نقدمها لكم بالصحه والراحه. ها هي كي جات، شدي فرشيطه كتقاديها من الجناب. هي من عطيب ان شاء الله نقدمها لكم. هنا وجدات، راه وريتكم كيفاش قلبتها. وهي طابت، هي قطعت منها الطريف. ها شو كي جات، ها بسم الله. دابا راه سخونها بلات غزالة كتحمق وبنينة ولذيذة. جات غزالة ما نقولكمش، جربوها لوليداتكم ودخلي فيها أنواع الخضرة، ما تقلي لا في زيت لا والو. أي خضرة قطعتيها بسيها بمعلقه صغيره د الزيت ومليحه، وفرشي الكاغيط ديال الفران، وكل حاجه ديريها في جنيب بوحدها وغطيها من الفوق ومن التحت في الفران. ومنين طيب عري عليها طلعها شويه الفوق وخليها تصفى في واحد الشبيكه. وانتم شفتوا الطريقه، هذه اكله صيفيه وبالصحه والراحه. وديروا لي اللايك وديروا لي المتابعه
وحنا خوت الحمد لله نتعاونوا مع بعضياتنا وبالصحة والراحة.